مرحبا أحلى سوسيترز، اشتقنا لكم. كما طلبتم إليكم المشاهير الذين دعموا العدو علنا أثناء حرب الإبادة التي تحصل في فلسطين، دفعت الأزمة المستمرة العديد من المشاهير إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع الذي تفاقم بعد هجمات 7 أكتوبر. وقد لفت هذا انتباها واسعا، وتعرضت وجوه مشهورة مثل جاستن بيبر وجيمي لي كورتيس وغيرهم لانتقادات بسبب مشاركة صور عبر الإنترنت لنشر معلومات مضللة. واجه العديد من الآخرين ردود فعل عنيفة بسبب التزامهم الصمت مثل بيونسي، تايلور سويفت وغيرهم، ولضغوط متزايدة للتحدث علنا عن هذه المسألة. وبعد حفل ميت غالا انتشرت حملة حظر كبيرة لكل شخص مشهور صامت لا يتحدث عن هذه المجزرة على حساباته الشخصية على السوشيال ميديا. مشاهير دافعوا عن العدو. ديبرا ميسينج، كانت الممثلة ديبرا من أكثر المؤيدين للعدو، وهي تنحدر من أصول يهودية بولندية وروسية. لقد كانت تتحدث بنشاط على حسابها وتشارك رسالة إلى أطفال الجامعات اليهودية وتركز على معاداة السامية في التعليم. وفي اجتماع حاشد في ناشونال مول في العاصمة ألقت خطابا قائلة: نحن أقوياء وصامدون ومخلصون، ولن نفقد أنفسنا. سنشعر بالقلق على عائلتنا اليهودية العالمية، وسنتألم أيضا للفلسطينيين الأبرياء الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية. سنعمل على استئصال حماس، وسنصلي أيضا من أجل غزة حرة ومزدهرة. لن نتوقف حتى تتحرر من تلك الوحوش الهمجية، نحن نحبك. إيمي شومر، أثارت الممثلة الكوميديا إيمي شومر رد فعل عنيف بعد مشاركتها قصة كوميديا كانت تهدف إلى السخرية من التعليقات التي أدلى بها المؤيدون الأمريكيون المؤيدون لفلسطين. وفي الصورة التي حذفتها تقول اللافتات: الغزيون يغتصبون الفتيات اليهوديات فقط دفاعاً عن النفس، وفخورة بشهدائنا المغتصبين. قامت الممثلة أسيا جاكسون بانتقادها قائلة: هل أزعجك شيء نشرته عن مذبحة شعبي؟ وأوضحت شومر موقفها لاحقاً بعد تصاعد الوضع في غزة، وقالت إنها تؤيد وقف إطلاق النار. أوضحت أنها رغم دعمها للشعب اليهودي إلا أنها لا تتفق مع نتنياهو في حديثها لمجلة فرايتي، وقالت: أنا لا أتفق مع أي شيء يفعله نتنياهو ولا الإسرائيليون الذين أعرفهم. بالطبع ما يحدث في غزة مقزز ومرعب ولا يمكن تصوره، ولا أعتقد أنه من المقبول أن أكره أي شخص لأنه ولد يهودياً. لقد وصل الأمر إلى هذا المكان حيث لا يمكنك التحدث نيابة عن اليهود الآخرين دون أن يشعر الناس أن هذا استخفاف بالظروف في غزة. مايكل رابابورت، تحدث مايكل في مظاهرة مؤيدة للعدو خارج جامعة كولومبيا في أبريل الماضي، وصفاً المؤيدين لفلسطين بالمتنمرين، وطالب بإطلاق سراح الرهائن لدى حماس قائلاً: إنه أمر محرج، لكن الأجندة رقم واحد هي تحرير الرهائن والقضاء على حماس. غال غادوت، باعتبارها واحدة من الممثلات الإسرائيليات القلائل على نطاق عالمي، فقد تم نشر رد فعل غال غادوت على الحرب بشكل خاص. عندما بدأ القتال شاركت مقطع فيديو لأداء فرقة U2 حيث كانوا أرسلوا الدعم لضحايا 7 أكتوبر، وكتبت: شكراً لك U2 وبونو لدعم إسرائيل. قالت الفرقة: نحن نغني لإخواننا وأخواتنا الذين كانوا هم أنفسهم يغنون في مهرجان لاس فيغاس فير. إن بلدنا في حالة حرب، إن قلبنا ينفطر بسبب العنف. غردت الممثلة قائلة: إسرائيل تستحق أن تعيش كدولة حرة وآمنة، جيراننا يستحقون نفس الشيء. أصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم، أدعو الله أن ينتهي هذا العداء الذي لا يمكن تصوره، وأدعو الله أن يجد قادتنا الحل حتى نتمكن من العيش جنبا إلى جنب في سلام. وتم تعطيل التعليقات تحت المنشور لأن البعض اتهم الممثلة التي كانت قد خدمت في الجيش الإسرائيلي سابقا بنشر الدعاية، بينما دفع عنها آخرون. وبعد تداول صورة قديمة للممثلة البالغة من العمر 39 عاماً، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أن غادوت لم يتم تجنيدها مرة أخرى. بعد هجمات أكتوبر، نشرت الممثلة علم بلدها على موقع إنستغرام مع تعليق:
أنا أقف إلى جانب إسرائيل ويجب عليك أيضاً أن تقف إلى جانبها. لا يمكن للعالم أن يقف موقف الحياد عندما تحدث هذه الأعمال الإرهابية المروعة. جيري ساينفيلد. من المعروف أن الممثل الكوميدي جيري سافر إلى تل أبيب في ديسمبر للقاء أفراد عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس، ووصف التجربة بأنها قوية، ووقع على رسالة مفتوحة لدعم إسرائيل. وقد حضر بعض المتظاهرين عروض الرجل البالغ من العمر 70 عاماً والتي وصفها بأنها غبية جداً، وشجعهم بسخرية على تصحيح هدفهم. قال ساينفيلد في بث صوتي: أحب أن هؤلاء الشباب يحاولون الانخراط في السياسة، لكن علينا فقط تصحيح هدفهم قليلاً. يبدو أنهم لا يفهمون أننا كممثلين كوميديين لا نتحكم في أي شيء، إنهم رعاع يصدقون حماقتهم، أليس كذلك؟ هذا هو معنى الحزب السياسي، سوف نختلق مجموعة من الهراء وسنوافق عليه جميعاً. نوا شناب. حصل نوا على رد فعل عنيف كبير عندما نشر نفسه مع أشخاص يحملون ملصقات كتب عليها الصهيونية مثيرة. جاء ذلك بعد أن شارك منشوراً بعد هجوم 7 أكتوبر كتب فيه: باعتباري يهودياً أمريكياً أنا خائف. وتابع في المنشور الذي تم حذفه منذ ذلك الحين: أخشى على إخوتي في إسرائيل الذين تعرضوا لهجوم عبثي من قبل حماس، إنني أشعر بحزن شديد عندما أرى القتل الوحشي للأطفال والنساء والجنود الأبرياء الذين يقاتلون للدفاع عن أنفسهم. أنا مثل الآخرين أريد السلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعونا نتوقف عن الخطابة واختيار الجانبين، وبدلا من ذلك يجب علينا أن ندرك أننا جميعا نقف إلى جانب الحرب ضد الإرهاب. لقد أسيء فهمي حتى الآن، أريد فقط السلام والأمان لجميع الأبرياء المتضررين من هذا الصراع. لقد أجريت العديد من المناقشات المفتوحة مع أصدقاء مع خلفيات فلسطينية، أعتقد أن هذه المحادثات مهمة للغاية وقد تعلمت منها الكثير. نأمل جميعاً أن يتم إعادة هؤلاء الأبرياء الذين ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة إلى عائلاتهم، ونأمل بنفس القدر في وضع حد لفقدان أرواح الأبرياء في فلسطين، فالكثير من هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال، وإنه لأمر فظيع، وأعتقد أن أي شخص لديه أي ذرة من الإنسانية سيأمل في إنهاء العداء من كلا الجانبين. ولكي لا نطيل عليكم بتفاصيل أكثر، إليكم المشاهير الآخرين بالصور والأسماء الذين تعرضوا للحظر من الناس بسبب إعلانهم مناصرة العدو: بونو وفرقة يوتو، كارولين دامور، دكتور فيل، إيميلي أوستن، فلويد مايويذر، غريغ سولكين، بار رافائيلي، غاي أوزيري، جيمس ماسلو، جون أندرازيك، جاستن بيبر، جون فويت، مادونا، مونتانا تاكر، جوني ليدز، ناثانييل بوزوليك، ناثالي بورتمان، باتريشيا هيثون، رونين روبنشتاين، وسارة سيلفرمان. شكرا لكم على المتابعة.